السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة رجع لكم بفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. ناس كتير سألتني عن الرسمة فنان محمد رمضان اللي انا لسه منزلها من يومين تقريبا. بفضل الله الرسمة في خلال ساعة وصلت للفنان محمد رمضان. النهاردة هنشوف رد فعله كان ايه بعد ما شاف الرسمة. هتكلم ناس كتير طبعا سألتني الرسمة ايه الادوات اللي استخدمتها فيها، حابة تعرف يعني الموضوع جه ازاي كل حاجة. انا بإذن الله في الفيديو ده هشرح لكم كل حاجة بالتوضيح ان شاء الله. اول حاجة نتكلم عن الادوات اللي انا استخدمتها في الرسم ايه هي. انا استخدمت دي سبريهات شركة فوكس، ده سبريهات برضو جميل. انا يعني هوريكم الالوان طبعا اللي انت باينة في الرسم. ده اللون الاسود وده اللون البرد وده الاحمر وده الازرق. دي بالنسبة للسبريهات اللي استخدمتها. طبعا السبريهات موجودة ومتوفرة في جميع الاماكن. ودي الالوان العادية، دي شركة كورة الوان عادية جدا اي مكان تقدر تجيبها. طبعا انا نزلت فيديو قبل كده الادوات اللي بستخدمها، بس انا بوضح الادوات اللي استخدمتها في الرسم. وده الابيض دي ال سي، وده الاسود شركه كوره برضو الاسود، ودي الفرشه طبعا بتاعتنا، وده التباشير في التحديد والتكنيك وكده. طبعا في درجات في الرسمه، الوان مش صريحه يعني لو مثلا رصاصي انت بتجيب طبعا بتدرب الابيض الاسود عشان تطلع رصاصي. في الوان في الياقه بتاعت الجاكيت اقطارات كده، انت طبعا بتجيبها بتدرب لون على لون، يعني تحط اقدر عليه اسود عشان تجمعه، تحط عليه ابيض عشان تفتحه. فطبعا الدرجات دي ان شاء الله هنزل فيديو ازاي تدرب الالوان يعني. ده بالنسبه لموضوع الرسمه وخطوات الرسم. انا ان شاء الله باذن الله هنزل لكم في اخر الفيديو الرسمه وانا برسمها، صورتها لكم فيديو وانا برسمها من الاول طبعا للاخر. ويلا دلوقتي مع بعض نشوف رد فعل محمد رمضان لما شاف الرسمه كان ايه. تاني بعد ما طبعا شفتوا السكرينات من على الاكونتات الشخصيه بتاعت الفنان محمد رمضان، هنروح دلوقتي مع بعض خطوات الرسم وانا برسم الرسمه ان شاء الله. طبعا يعني الفيديو هيبقى سريع عشان الوقت وكده، ويا رب يعجبكم.
بسمه. يا رب يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله. وفي بس حته حابب اتكلم فيها، ناس كتير هتسالني انت ليه، وناس طبعا يعني سالتني انت ليه رسمت محمد رمضان. يا جماعه انا رسمت الشخص ده لان انا حابب نجاحه بس، وانا عاوز كل الناس تدعمني لو شايفه ان الموهبه تستاهل عشان نوصل ان شاء الله ونكبر القناه. وما تنساش تشترك في القناه معايا، وباذن الله يكون في فيديوهات تعليميه تستفادوا. اي اقتراح انزلوا تحت اكتبوا لي في الكومنتات، ما تنساش تعمل لايك وشير عشان غيرك يستفاد. ويا رب تكونوا استفدتم والفيديو عجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.